وكما عودناكم في مساء كل يوم أحد هناك ضيف نشرة، فضيف نشرتنا لهذه الأمسية وزير الشؤون الخارجية والشيخ الشريف محمد زين. السيد الشريف محمد زين، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. مساء النور. السيدات السادة، سنناقش مع سيد الوزير حول القمة الصينية الإفريقية. شارك فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو على رأس وفد كبير في عمال القمة الصينية الإفريقية في بكين، حيث تمت على هامش أعمال هذه القمة التوقيع على عدد من الاتفاقيات التعاون بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية. نتابع تقرير زميل رشاد حسن طه. حرصت تشاد منذ الدورة الأولى لانعقاد المنتدى التعاون الصيني الأفريقي عام 2000 على المشاركة بقوة في أعمال المنتدى في ظل ما تتمتع به من علاقات وطيدة مع الصين، وفي ظل مكانتها الحيوية والمحورية بين الدول الأفريقية. وشهدت قمة بكين عام 2018 مشاركة تشاد بوفد رفيع المستوى برئاسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو، الذي جاء هذا اليوم يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي وصف بدوره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو بالقائد القوي الذي دائما ما يفكر بمصلحة الآخرين، خاصة دور تشاد الفاعل في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين وتدخلها في البحث عن حلول لعدد من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والتي جعلت منها حدثا خاصا بالغ الأهمية. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو بدوره ثمن جهود الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي ربط الصين بأفريقيا، وأكد بأن تشاد ستعمل دائما على استمرارية العلاقة الصينية التشادية والصينية الأفريقية، لأن تاريخ الصين العظيم يجب أن يتعلم منه كل العالم ويستفيد من خبرات الصينيين. وخلال اللقاء الذي جمع الرئيسين الصيني والتشادي وعدد من كبار المسؤولين التشاديين والصينيين، فقد وقع الجانبان التشادي والصيني على 3 اتفاقيات شراكة وتعاون، خاصة في المياه الصالحة للشرب والمساعدات الغذائية والمساعدات العسكرية، حيث وقع عليها من الجانب التشادي وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمهجر، ومن الجانب الصيني وزير الخارجية الصيني والسفير الصيني لدى البلاد. نعم سيد السفير، سيد الوزير الشؤون الخارجية، طبعا تابعنا هذا التقرير وأنت أيضا شاركت في هذه القمة، تقدر تورينا شنو تقييمك لقمة بكين خاصة فيما يتعلق بإفريقيا وتشاد والصين؟ هذا المنتدى الصيني أفريقي، نعم، كما تعلمون عقدت يوم 3 و4، نعم، في بكين، نعم، وتشاد اشترك، نعم، بوفد كبير على رأس فخامة رئيس الدولة، نعم، وهذا المنتدى تعطى فرصة للصين والدول الأفريقية، نعم، عشان يناقشوا برنامج هنا التعاون بين الصين والأفريقيا، وكمان إطار لتبادل آراء بما يخص التحديات في العالم، نعم، وهذا قمة ثالث، نعم، الثاني كان في جوهانسبورغ، نعم، في جنوب أفريقيا، نعم، وكان 2015، وهذا القمة آت الفرصة للجانبين لتقييم الخطة 2016-2018، ورسموا برنامج جديد، نعم، بخطة جديد من 2019 ل 2021، نعم، وزي ما كان في قمة الماضي، نعم، في هذا القمة كمان الصين تقدم 60 مليار، نعم، للاستثمار وتعاون بين الأفريقيا والصين، 60 مليار دولار، نعم، دولار، نعم. وكما تعلمون الصين تعتبر نفسها كأكبر دولة نامية، نعم، نامية، نعم،
وأفريقيا كقارة عندها داخل أكثر دول نامية في العالم، وارتباط بين الصين وأفريقيا يعني شيء ما جمع اليوم ولا أمس، ما جديد، شيء ما جديد. وفي تاريخ حتى في نضال ضد الاستعمار الصين وأفريقيا كانوا جنب جنب، عندهم تعاون. أيوة عندهم تعاون. وحاليا هذا التعاون التاريخي، التحالف التاريخي تعززت بتعاون اقتصادي وتجاري. جميل. وتجاري. سيد الوزير، أيضا ما هي الفوائد الخاصة لتشاد من هذه من هذا المنتدى؟ يعني الفوائد الخاصة لتشاد، آتى هذا القمة آتى فرصة لفخامة رئيس الدولة. في خلال القمة قابل النزير الصيني ووصف الأولويات بالتنمية على تشاد وتوقعات على تشاد. وبعد ذا فخامة رئيس قابل رئيس الجمعية الشعبية الصيني حزب الشيوعي، وناقشوا يعني بجميل موضوع بما يخص التعاون بين تشاد خاصة والصين. وخلال المقابلة بين فخامة الرئيس ونزير الصيني توقعنا كمان اتفاقيات أربع. اتفاقية الأول بخص مياه الشرب بمبلغ حوالي 300,000 يوان، يعني يساوي حوالي 45 مليون دولار. وفي اتفاقية تانية بما يخص التبرع الريس قيمته 60 مليون يوان تساوي حوالي 9 مليون دولار. وفي اتفاقية الثالث كمان يخص التجديد الفريق الطبي الصيني في المستشفى الصداقة الصيني تشادي. والأخير هذا مذاكرة تفاهم بخص بخص برنامج هنسين بنعدو حزام والطريق. وكل الدول الإفريقية اللي اشتركوا في هذه القمة وقعوا على هذه المذاكرة التفاهم علشان يعني ندعموا هذا البرنامج. وهذا البرنامج يخص يعني التطوير هنا بنية تحتية خاصة بما يخص الصين، بطريقة الصين تربط الصين أفريقيا وأوروبا عشان تطور الاقتصاد والتجارة، تبادل. أيوة. وهذا الاتفاقية وقوى كل 53 دول أفريقيا كلهم اشتركوا، كل واحد وقع مع الصين. سيد الوزير، أيضا أنت ذكرت قلت أن الصين يعني تبرعت بستين مليار دولار للدول الأفريقية في عام 2015، لكن تشاد هي ما استفادت من هذا المبلغ. شنو الاستراتيجية أنتم وضعتوها من أجل الاستفادة في المستقبل؟ يعني من المبلغ ده تشاد أعتقد ما استفادت منه 60 مليار. لا، مبلغ 60 مليار كان قدم الصين في 2015 في قمة جوهانسبورغ، تشاد ما استفاد منه أي حاجة. علشان كده حاليا ما في استراتيجيا يعني مخططة، لكن لازم في أسرع وقت كل الوزراء المكلفين بمجالات التنمية يلموا ويدرسوا بأسرع وقت يعني استراتيجية جديدة وشان يلقوا المشروعات التنمية اللي يصادفوا أهداف ما أهدافنا الستين مليار جاب الصين. هذا أول شيء مهم.
وبعد ده نشوف الترتيب كيف يعني نقدم هذا المشاريع لجانب الصيني علشان نحصل التمويل. هذا نحن أخذنا الدرس من شيء الفات وحاليا قاعدين قاعدين نعمل أي يعني كل الجهد من هنا لعس يعني في وقت قصير إن شاء الله نخلص بهذا الاستراتيجية كيف نستفيد من هذا الظرف الجديد وإن شاء الله لازم شيء أن الجودة يكون على مستوى الجهد سواء فقامة رئيس الجمهورية. نعم. أيضا الناس يتحدثون سيد الوزير يقول أن 60 مليار الشين أعطت الأفريقي أيضا 15 مليار بس مساعدات والباقي ده كله عبارة عن ديون. شيء ده ما يؤثر مثلا للقارة الأفريقية لأن تكون عندها ديون في رأسها. لا هو هذا الكلام ده ناس البرودة ناس دخلوا أفريقيا في الديون. وحس شافوا أفريقيا ماشي للصين ويعني الشراكة بين الصين وأفريقيا ناجية علشان كده بقول الصين تنتي ديون لأفريقيا وبعدين يعني مصيرها يكون مصير سيء. هذا كلام ما صحيح وخاصة الناس في الماضي يعني خلقوا هذه المشاكل عن الديون لأفريقيا لا يجب عليهم يدون أي دروس. يعني ديون ده يبقى مشكلة ولا ما مشكلة للدول الأفريقية هذا يعتمد على كيف الدول الأفريقية يستعملوا الموارد المالية يلقوها من الصين. هذا مهم. الموارد المادية إذا وجهناهم في مشروع تنمية بطريقة المطلوب وإذا عملنا جهد ولقينا نتائج هذا المشاريع يعني يجيبوا يحسنوا حالة الاقتصادية والبلد تطور يعني عندنا فرصة ندفع هذا الديون. هذا كلام ده كلام ما صحيح وراءه في بس أيوة في نواحي سياسية وخاصة سياسية وعارفين من وين جايين الناس اللي ما قدروا يسووا شغل الصين بسيدة خلاص يعني يفتشوا فرص بيشوشوا الناس بس. أيضا سيد الوزير رئيس الجمهورية رئيس الدوري لمجموعة السماك قدم خطاب ودافع كثير عن السماك لماذا؟ لا الرئيس فقامة رئيس الجمهورية مقتني في هذا الأولمة في العالم يعني نجاح لكل دولة في إلا في مجموعات اقتصادية الكبرى علشان كذا يعني فجر وشيع يجاهد حتى في على مستوى القارة. نذكر يعني كان وقت رأس 2016 الاتحاد الأفريقي القرارات المهمة لتقوية الانتجراسيون لا مش وحدة هذا التكامل التكامل الاقتصادي والسياسي. هذا القرارات القمة الأفريقية شالتها في تحت رأس الشعب 2016 في كيغالي بما يخص المالي يعني الاندبندنس فينانسيير الاستقلالية المالية والانتجراسيون البوليتيك ده كله قرروا في تشاد. كذلك في إطار هنا سيماك مجموعة عن الأفريقيا الوسطى حاليا يرأس فقامة الرئيس إدريس ديبي إتنو ولا ننسى في شهر 10 أكتوبر 2017 القمة أخذ قرار أن الليبرتي هنا حرية التنقل الناس والبضائع هذا كمان في جنبنا يعني توصف هو يشوف بعيد أكيد. ما نظرة بعيدة ما يعني تشاد واحدة تشاد
يشوفه في قارة في في قارة الأفريقيا وفي مجموعة السماك، وكل واحد يحتاج للداك علشان أيوة التكامل يكون في 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 القارة. وكمان في قمة هانسين فقامة الرئيس كلم باسم المجموعة السماك أنا أفريقيا الوسطى، و عمل نداء لمستثمرين الصينيين عشان يجوا يستثمروا في 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 مجموعة السماك في دول مجموعة السماك. وكما تعلمون هذا الدول عندهم موارد كثير، خاصة بما يخص أي أنواع الموارد الطبيعية موجودين، وعلشان كده يعني قال لهم كل سهولة اللي انتوا تدرون علينا ننطقهم، وعلشان كده خلينا حرية التناقل عن البدا والأفراد، وتعالوا استثمروا في 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 في, في, في سماك. وإن شاء الله هذا النداء يجيب نتيجة إن شاء الله. إن شاء الله. سيد الوزير الشيخ محمد زين، ربما سؤال أخير، مسألة التبادل التجاري الناس يقول أن تستفيد من الصين بس يعني أكثر من الدول الأفريقية، هل صحيح ولا ما صحيح؟ لا، الصين تستفيد من التجارة أكثر من دول الأفريقية، هذا صحيح، لكن هذا ما يعني بس بين الصين وأفريقيا، حتى بين الصين والولايات المتحدة الصين تستفيد، بين الصين وأوروبا الصين تستفيد. هذا الصين اليوم يعني قوة اقتصادية في مرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، وفي احتمال في مستقبل قريب 20 سنة 30 يكون في مرتبة الأول. هذا ما في أي مشكلة عسكريا اقتصاديا حاليا، خلينا نحدث بس اقتصاديا. حاليا حجم عن التجارة بين الصين والإفريقيا في السنة الماضية 2017 يساوي 170 مليار دولار، 170 مليار دولار. ووفقا لوزير التجارة الصينية البضاعة من أفريقيا نقلوها في الصين في 2017 ارتفع ب 33%، والمبلغ يساوي 75.3 مليار دولار، والإكسبورتاسيون عن الصين التصدير عن الصين في دول أفريقيا يساوي حوالي يعني 94.7 مليار دولار. في فرق كبير. لكن بيغ ده كله يعني تجارة عن الصين مع أفريقيا من بعيد أحسن من تجارة عن أفريقيا مع باقي العالم. لشان كده وهذا يعني شيء مفهوم، يعني ما عندنا نفس وزن توازن مع اقتصادي وتجاري مع الصين. لا ايوه ممكن، وعندنا يعني فرص عشان نستفيد من خبرة عن الصين، وخبرة عندنا كثير، ونذكر يعني علشان تدرس لهذا الخبرة فقامة الرئيس حتى انتقل داخل الصين بدعوة حاكم ولاية تشونغكين، وهناك في زار وشاف كيف تطور الشركات وكل شيء. يعني أنا مقتني هنا في مستقبل قريب إن شاء الله العلاقة الصينية التشادية تتقوى زيادة، وتشاد يستفيد زيادة من 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 هذا التعاون بين الصين وتشاد. شكرا سيد الوزير شريف محمد زين، بدا خلاص نكمل ضيف النشرة ونواصل قراءة النشرة.